الموضوع ده ما يجيش لوحده وما يجيش حالة لوحده حتى، بيجي وذ المواضيع خدناها قبل كده. يعني دي المواضيع اللي بيحصل فيها حاجة اسمها دي اي سي، أنا مسميه ديد از كومينج. أنت دلوقتي لما يجي لي سؤال حالة واحدة عندها اكسيدنتال هامش اللي خدناها كونسيل، وتيجي في الانفستيجيشن تنسى انفستيجيشن اوف دي اي سي، هتقل درجة. طيب علاج الدي اي سي، يعني انت قصدك تدي استنباط بتحطها في اي موضوع من المواضيع دي، مثل ابورشن خدناه برضه بيبي ميت، فده بيعمل برضه دي اي سي. مشكلة بس كتاب الاسم المرة دي انه نسي يعني يكتب الميكانيزم، يعني كاتب لك الاسباب بس ازاي حصل؟ ما لازم افهم. يعني تخيل انت جاي في الشغل اقول لك هو ازاي الاكسيدنتال هامرج عمل دي اي سي؟ تقول لي ما اعرفش. بس هو عمله مش عارف اسمها كده. طب ليه البيبي الميت؟ طب ليه الدكستران؟ اسباب مكتوبه بس انا مش عارف ليه. فبعد اذنكم الجزء الجاي ده للفهم ومش موجود فيه بس لازم اعرف. طلع بقى الدي اي سي او كونسامبت كواجلوبين او هايبرفيبريجينيميا، عمري ما هعرف الاسباب دي غير لما اعرف الميكانيزم. سيبك من الاسماء، ناخد ده الاول، حاجات النورمال. الفايبرينوجين ده فاكتور كام خدتوه في الفسيولوجي؟ فاكتور 1. تاني الفايبرينوجين فاكتور 1. طلع في واحده مش حامل بيبقى من 200 ل 400 مللي جرام بير ديسيليتر اور مللي جرام بير سنت. بص انا هقعد اعيد كل حاجه لدرجه ان انت في بعض المواضيع دي لدرجه ان انت يعني اذا ما عرفتش تقول لي في الاخر ما انت فيك حاجه. ليه؟ لان انا هقول ده ارجع اكمل الكوز وارجع لده. يعني قصدي اقول كل مره هقعد اعيدها انا عايزك تطلع من المحاضره فاكرها كامله، لان ده موضوع ما يتسابش، ده بيموت. يبقى النورمال ليفل اوف فايبرينشن في عيله مش حامل كام؟ 200 ل 400 كيلو مللي جرام بير ديسيليتر او مللي جرام بير سنت. طيب في الحمل زود 200 يبقى كام؟ هو ليه ربنا بيزود الفايبرينشن؟ عشان يمنع مصيبه بعد الولاده اسمها سبارتم هامرج، دي حاجه حكمه ربنا. كل الحوامل عندها الفايبرينجن بيزيد 200 يبقى من كام لكام بقى؟ 400 ل 600 مللي جرام بير سنت او بير ديسيليتر. امتى اقول محاضرتي النهارده هايبو فايبرينجن اقل من 100؟ تبقى مهزله. تلاقي العيله بتجيب بدل الدموع دم، دي مش هزار، بتنزل من تحت دم عامل زي الشربات. والله ما بتلاحقش دم بزياده، انقل دم للعينه انسى، مناخيرها دم، البول كله احمر، قصدي بصراحه موضوع خطر جدا. امال ادي عمري ما سمعتها. ايه ادي نافوره يعني؟ ها؟ ادي معناها زيرو مللي جرام بس مش هتوصل، الناس كام ماتت بقى. ايه الكواجوليشن فاكتورز اللي بتزيد مع الحمل؟ تيجي في الانس كيو. 1987 اللي هي فاكتور 7 8 و9 و10 ورا بعض يبقى من اول 7 بلس فاكتور ايه لسه قايله؟ يبقى ما يقول لي في الام سي كيو اول ار انكريز اكسبت، يبقى لازم اعرف. يبقى نعدهم تاني. كنا قلنا النورمال في واحده مش حامل كام؟ 200 ل 400 مللي جرام بير سنت حامل. 400 ل 600 امتى اقول هايبو؟ اقل من 100 امتى اقول ايه؟ زيرو. جيت بعد كده الفاكتورز اللي بتزيد مع الحمل 7 و8 و9 و10 و1. نيجي سيبك من الديفينيشن، الاسباب هرجع له تاني. ايه اسباب الدي اي سي؟ اول سبب مش عارفين ليه، وده مكتوب برضه في كتاب الاسم ماسيف بليدنج. هو طبعا اما واحده تنزف بكتير كتير قوي بديها حاجه اسمها ديكستران. انا شوف حلقه المنديل دي ده السبب. هو ايه الديكستران؟ اي واحده بتنزف لازم انقل لها دم. الدم لما بعمل كروس ماتشنج تعرفوا يعني ايه، باخد عين الدم واشوف ايه الفصيله اللي تنفع وايه الدم اللي ينفع لها، ده بياخد وقت ولا لا؟ طب انا دلوقتي نفترض واحده داخله لي في الحوادث ضغطها 60 على 20، دي خلاص دي بتموت. اذا انا رحت بعت عينه الدم هرجع عليها ايه؟ طب انا عايز انقل لها حاجه على بال ما الدم يجي. الحاجه دي اسمها كولويد، خدتوها في الفيزيولوجي. ايه الفرق بين كولويد وكريستالويد؟ كريستالويد في عرفنا ميه اللي هو ايه بقى؟ محلول ملح، فاهم؟ جلوكوز، جلوكوز ده ميه بيتعلق. بس لما اقول لك كولويد بقى، كولويد ده بيرستور الفوليوم، حاجه تقيله كده زي البلازما، زي البلازما، زي ده ديكستران. طلع ان ديكستران ده كولويد، يعني اول ما تركب ازازه تلاقي الضغط بتاع العينه ايه؟ عالي، على بال ما مين يجي؟ الدم. فطلع ان ديكستران انت من كتر قلقك، على فكره الواحد بيبقى قلقان قوي، العينه يعني بتموت. على فكره مش هتموت، على فكره الستات ما بيموتوش بسرعه، يعني تلاقي والله هيموجلوبينها اربعه وقاعده قدامك عادي خالص. اربعه انت ازاي ماشيه كده؟ انا فوجئت بعينه والله عندها نزيف وتعمل ستاتو، بعمل تحليل لقيته خمسه. خمسه؟ لو عايشه ورايحه وطالع السلالم. هم الستات كده ما بيموتوش، الرجاله جرام قل. الله يرحمه حقيقي عندهم قدره على التحمل غريبه، انت اللي هتموت.
ده في عيانه كان هيموجلوبينها قليل جدا في القصر العيني، وكان في دكتور قلقان جدا وبيجري، راحت ايه قامت من الشوك قالت له يا دكتور هيحصل لك حاجه، ونامت تاني. فظيع. تعالى بقى نشوف الدكستران ده، انا من كتر قلقي بدل ما ادي ازازه اديت كام؟ 10. يبقى كلمه دكستران طلع ان الدكستران بيتحد مع الفايبرينجن، يبقى انت كده كتفت الفايبرينجن ولا لا؟ يبقى مساله بقى ليه الاكسسيف دكستران انفيوجن بيعمل دي اي سي؟ لازم تعرف انه بيعمل ان اكتف كومباوند ويز فايبرينجن. تاني سبب كونسيلد اكسيدنتال هيموش، خدها والله. هو ايه الكونسيل ده؟ الدم متعبى جوه فاكرينه؟ وكان بيعمل كلمه اسمها ديجنريتد تيشوز، زي ايه؟ بلاسينتا ديجنريتد، بيبي ميت ديجنريتد. يبقى ما تنساش افتكر الكلمه دي هتشرح لي كل حاجه. يبقى الكونسيلد اكسيدنتال هيموش ليه مكتوب دي اي سي؟ افتكر الكي ده مفتاح ده ايه؟ ديجنريتد. بيبي ميت خدناه مثل ابوش، بيبي ميت اكتر من كام اسبوع يعمل دي اي سي؟ 4. مش البيبي ده ديجنريتد برضه؟ يبقى برضه الكي بتاعه لازم مفتاح. انا بسالك في الامتحان ليه الميز ده ابورشن بيعمل؟ قول لي علشان ديجنريتد تيشو، هنشرح. طيب امنيوتيك فلويد امبوليزم، كتاب اسم كتبه السنه دي، ده اكتب جنبه عزرائيل. خلاص ده حقيقه، يعني انت وانت بتولد عيانه بتموت اون ذا سبوت، يعني وانت بتولد ده انت نحس. عارف ليه؟ بتحصل واحد كل مليون حاله. يا اذا حصلت معاك ربنا اختارك ان العينه تموت معاك انت. على فكره في ناس عارفه نفسها، هو اللي هيشوف الامنيوتيك فلويد امبوليزم. هو الامنيوتيك فلويد تفتكروا عباره عن ميه بس؟ تعرفين ان الامنيوتيك فلويد في حاجات تانية؟ في حاجه اسمها لانوجو هير اللي هو شعر البيبي، في ميكونيوم ستول بتاع البيبي. تخيل الحاجات دي كلها دخلت الماتيرنال سيركيليشن وراحت لللانج وسيانوزز والله يرحمها، وانت بتولدها كده مره واحده تلاقيها ماتت. على فكره الكلينيكال بيكتشر بتاعتها لا تموت لا تموت لا تموت. في بريفنشن؟ لا. في علاج؟ لا. بقول لك عزرائيل بياخد عيانه ويمشي. الحاله دي فيري رير. تفتكر لما يبقى العيانه عاشت وده وهم، يعني بعد ما دخل امنيوتيك فلويد جواها وعمل امبوليز عاشت، قال يروح حتت يسد البلاد فيسلز ويعمل ديجنريتد ايه؟ تيشو، فيعمل دي اي سي. يعني اذا ما ماتتش قدامك هتمات بعد يومين من الدي اي سي. فظيع. عزرائيل هو ده موضوع اللي في المنهج ملوش حل. حتى مكتوب كتاب اسمه حته صغيره هشوفها دلوقتي. يبقى الامنيوتيك فلويد امبوليزم برضه كلمه ايه؟ ديجريتد تيشو. نيجي للبي اكلامسيا، نيجي ناخدها ولازم اقول كلمه سيفير وهتعرفوا ليه. اذا ما قلت السيفير، السيفير دي هي اللي بتعمل دي اي سي. المايلد ما بتعملش حاجه، يعني عندها ضغط عالي قليل عادي، بس اللي عندها ضغط وزلال وبتاع بيسموها سيفير بي اكلامسيا. سيبك من الهيلب دي ما خدناهاش، ده سندروم. بري اكلامسيا ضغط عالي بيعمل اندوثيليال ايه؟ ده مش انا بديك الكي اللي هشرح لك بيه الميكانيزم. اخر واحده سيبتك شوك، هتلاقي اسباب ثانيه انا مش عايز غير دول اللي علينا. سيبتك شوك يعني ايه؟ كلمه بكتيريا، بكتيريا في الدم. طيب باينيا فص، طب ست سنين توكسينز. يبقى طلع ان التوكسينز هي اللي هتعمل دي اي سي. طب انا عايز افهم بقى دول ازاي عملوا؟ بس قبل ما انساها اهم ثلاث اسباب اهم ثلاث اسباب اللي ملونهم احمر دول اللي هم ايه؟ كونسيلد اكسيدنتال هامج، سيفير بري اكلانسيا، اكسسيف اكستران انفيوجن. نرجع تاني كونسيلد ليه؟ ديجيتال تيشو في تلدس ديجيتال تيشو امنيت فلويد حيقفل البلاد فيس. ليه بقى؟ سيفير بري اكلانسيا بيدمر الاندوثيليوم عشان ضغط عالي، اكسسيف اكستران بيتحد مع فايبرينجن، سيبتك شوك توكسس. هو كان النورمال ليفل اوف فايبرينجن في واحده مش حامل كام؟ 200 كيلو ملي جرام برسنت او طيب في حامل 400 600 ملي جرام برسنت او بير ديسيليتر هايبو اقل من 100 اقل زيرو. امتى الفاكتورز بتزيد؟ ايه الفاكتورز بتزيد مع الحمل؟ 7 و8 و9 و10 و1. جينا بعد كده على الاسباب الكومنز اللي هما كونسيلد اكسيدنتال هامرج، فري كلامسيا، ديكستران. عايز اعرف بقى الميكانيزم. عارف اللي مش مكتوب في كتاب الاسم، اكتب ليه الفكر؟ اما حكايه ان انا مش هقوله مش هفهم حاجه. يعني لا هعرف انا ليه بقيس اف دي بي مكتوبه في كتاب الاسم، ولا هعرف اي حاجه. انا لازم افهم الميكانيزم. انا عارف انه غلس بس هقراه. طلع ان في انترنسك باث واي واكسترنسك باث واي، حاجات اللي خدتوها في الفسيولوجي. يعني ايه انترنسك؟ جوه الوول بتاع بلاد فيسل. يعني ايه اكسترنسك؟ بره الوول بتاع بلاد فيسل. مين مثال انترنسك؟ اللي هو البري اكلامس. هي كانت بتعمل ايه؟ اهو اندوثيليال دامج. يعني البري اكلامس هتمشي في الطريق ده عشان تعمل دي اي سي.
امال اكسترنسك مين اللي فيها ديجنريتد تيشو؟ الاكسيدر هامرج والبيبي الميت الامنيتك فلويد امبوليزم هيمشوا في الطريق ده. يعني لما حد يغلس عليا في الامتحان يقول لي الكونسيلد اكسيدر هامرج ازاي بيعمل دي اي سي؟ اقول له ما اعرفش. اقول له اكسترنسك باثوي. طيب اما اقول له بري اكلامس لما نيجي ناخدها هتلاقي هناك مكتوب دي اي سي اتعملت ليه؟ هتقول له انترنسك باثوي. نمسك ده الاول. الاندوثيليوم اما اتدمر عرر كولاجين. الكولاجين اول ما اتعرى عمل استيميليت لفاكتور 10 اسمه بروثرومبينيز. عارفين من اسمه بروثرومبينيز يعني بيحول بروثرومبين الى ثرومبين. برو يعني بريكيرزر. الثرومبين ده فاكتور 2 ما سكتش. راح حول الفايبرينج اللي يهمني بقى اللي هو فاكتور 1 الى فايبرين كلوك يعني سد البلاد فيز. يا ريتها كانت وقفت على ايه؟ انت عارف اذا سدت هتعمل ايه؟ سكيميا. قال لك لا يا فرحه ما تعمل. طلع ان الاندوثيليال دامج والاكسبوجر اوف كولاجين اللي طلع فايبرينو لايسنس كمان. فتتكون الكلوت وتدوب وتتكون الكلوت وتدوب وتتكون الكلوت. في حاجه بتخلص قدامي وانا مش عارف على حاجه. ده عشان كده بيسموه كونسامتيف يعني كونسامشن استهلاك كونسامتيف كواجيلوباثي. اما اقول لك هايبوفايبرينوجينيميا اه كده فهمت بقى ان الفايبرينجر حصل فيه ايه؟ على فكره كانك ولعت فيه بايه؟ بكبريت. انت قاعد تحرق في الفايبرينجر يتكون كلوت وتدوبها يتكون كلوت وتدوبها. انا لما اكسر الفايبرين هيطلع لي اف دي بيز اللي هو ايه؟ نتائج تكسير الفايبرين اسمها فايبرين ديجريديشن اللي هو دي دايمر. احنا نبدا في الكورونا اللي بيقيسوا دي دايمر هو ده اللي هو الفايبرين ديجريديشن برودكت. تفتكر ايه اللي زاد في العيانه؟ اف دي بيز. انا فهمت اهو كل شويه بكسر بكسر بكسر. امال ايه اللي قل؟ يبقى بقول لك الفايبرينجر هيقل عن كام في الانفستيجيشن؟ هتقول لي 100. اما بقول لك الاف دي بيز تقول لي عاليه. ما انت كده تفهم. بلاش دي تعالى دي اكسترنس ديجنريتد تيشو بتطلع ثرومبوبلاستين واخواته لايك صار تروح تستيميليت فاكتور ايه برضه؟ تحول بروثرومبين الى والثرومبين يحول فايبرينجن الى ويا فرحه ما تعمل ديجنريتد تيشو بتطلع برضه فايبرينو تزود الاف دي بيز كده اعرف اجاوب. واحد غلس في الامتحان بيقول لي مس ذا ابورشن ليه بيعمل دي اي سي؟ تمشي بقى للطريقه اهو. واحد بيقول لي قول لي السيبتك شوك. على فكره التوكسينز ماشيه في الطريق ده الاكستاز ده السيبتك شوك. واحد بيغلس قال لي كونسيد اكسيدنتال هيموجي يبقى دي بري كلارنسيا انترنسيك. هي بس القصه بدايتنا بعد كده بتكمل واحده. استنتجت من ده اسم الموضوع اللي هو ايه؟ كونسامبتيف كواجلوباثي او هايبو فايبرينوجينيميا. يعني ايه بقى دي اي سي؟ ديسيمينيتد يعني في الجسم كله. انترا فاسكولار جوه البلاد فيز. كواجلوباثي يعني مشكله في الكواجليشن ايه؟ فاكتور. كده اقدر اقول ديفينيشن بقى. اطلع شوف الديفينيشن. كده اعرف اقول وايد سبريد هيماتولوجيكال كونديشن كاركترايزد باي اكسلريتد ايه؟ فايبرين فورميشن ان يتكون ويدوب يتكون. عمري ما كنت هفهمه غير لو فهمت الايه؟ هو النورمال ليفل اوف فايبرينجر في واحده مش حامل كام؟ 200 400 ملي جرام برسنت. طب حامل 400 600 ملي جرام برسنت. طب هايبو اقل من 100 طب ايه؟ مفيش. ايه الفاكتورز اللي بتزيد مع الحمل؟ 7 و8 و9 و10 و1. قلت لك ايه الاهم ثلاث اسباب؟ كونسيلد اكسيدنتال هابل سيفير بري كلانسيا اكسسيف اكستراند. هو ازاي الاكستراند بيعمل بيتحد مع فايبرينجر؟ ازاي كونسيلد اكسيدنتال هابل ديجنريتد تيشو اكستنسيف باثوي؟ ازاي الميزد ابورشن ديجنريتد تيشو امنيوتيك فلويد امبوليزم ديجنريت؟ ما لازم افهم. امال بري كلانسيا بتعمل ايه؟ سيفير اندوثيريال دامج وكولاجين اكسبوجر. ايه اللي زاد في العيانه؟ اف دي فيز. ايه اللي قل؟ فايبرينجر. تعالوا بقى ندخل على كلينيكال بيتش. اشطب بتبقى غبي اذا انت اكتشفت دي. واحده جايه تقول لك ايه؟ انا كان في بطني بيبي ميت ونازل من دم من مناخير من دم من مناخير دم من تحت دم في البول دم بوست بارتم. خلاص انا هعمل ايه؟ هصور. ما خلاص العيانه جالها دي بالشطاره يعني. او التمريض بتركب كانيولا في العيانه والدم قاعد شغال توقفه مفيش فايده. يبقى انا اكتشفت وقت تركيب الكانيولا بيرزيستنت الشطاره دي ولا اكتشف انا قبل؟ عشان كده مذاكرتك هتذاكر حاجتين ايه هما؟ انفستيجيشن وايه؟ وتريت. بس يبقى المذاكره فيهم انفستيجيشن وتريت. وهنشطب التيست ده الحمد لله ان هم شالوه كنا بنشرحه زمان. كل ده هيتشطب بس هحكي لكم عليه عشان في ناس قديمه لسه ما عرفتش ان الكتاب اتغير. ها تعال نشوف اول اثنين
واحدة جاية لك شاكك إنه يكون عندها دي أي سي بدري بدري كده، يعني بيبي ميت في بطنها. في كونسيلد أكسنتر هيمش، أعمل إيه؟ اسمها سرعة نزف وتدلق، اسمها كده. أنا اللي عاملها، مش لازم أعمل. بنشك العيانة بسن إبرة واخد نقطه الدم ديت واشوفها بيحصل لها بيوقف البليدنج هنا خلال قد ايه. يعني انا باخد نقطه الدم كده وبص على صباعها كده واشوف هيوقف خلال قد ايه. عملتوه انتوا كنتوا زمان في الفيزيولوجي، كان حتى البنات تقول لك شكني بلاش انا مش هقدر. المهم يعني بتشك نفسك وتشوفها بتقف خلال قد ايه. نورمالي بيوقف الدم خلال دقيقه الى، تفتكروا في الدي اي سي هيبقى ايه؟ برولونجد، يعني اكتر من 3 دقائق. طيب الكواجوليشن ايه بقى؟ الكوجليشن عملتوه برضه، خدت نقطة دم وحطيتها على سلايد. رحت جايب سلايد تاني أو سن إبرة، وقعدت ماسك نقطة الدم وبتعمل كده. لغاية ما تشوف هيحصل فيلامنت. هو ده الكوجليشن. هتعملوها إمتى بقى؟ أنتوا بعد ما بتخلصوا بيخيروك تاخد سبيشال إيه؟ يعني إيه سبيشال؟ تاخد حاجة زيادة يعني مسالك. أنا خدت مسالك عشان هاخد نسك، يعني طالما هاخد نسك أستفيد حاجة تبعها يعني. أنت ممكن تاخد فاسكولار، أوعى تاخد فاسكولار، اسمع نصيحتي. يعني ما تبقى امتياز فاسكولار هتروح تلاقي امبيوتيتد ليج، واحد عمل امبيوتيشن بدر، ولازم ياخد كليكسان اللي هو هيبارين، وسيادتك لازم تعمل ايه؟ كواجوليشن. تلاقيك ماسك قعر الامبول كده وبتاخد دم من ده. ده عنده ايه بقى؟ عنده ايدز وعنده هيباتيتس. اه والله. وانت بقى بتاخد الحاجات دي ويجي لك ان شاء الله الامراض دي. إيه بلاش تاخد فاسكولار، ها؟ وتقعد بقى ماشي كده في الطرق، تلاقيهم ماشيين كده بالمايكرو ماشيين يعملوا كده ويشوفوا الخيوط وفي الاخر يجي لك ايدز. فطلع ان الكوجليشن ده نورمال من 3 الى 8. طيب اكتر من 8 في الدي اي سي، يعني انت عندك الاثنين دول هيبقوا ايه؟ برولونج. حد يقول لي الفايبرينجن اقل من الدي دايمر هيزيد ولا لا؟ ليه؟ عشان نتائج تكسير الفايبرين. اشطب لي ده بقى، ده تيست كان زمان اهبل، العنب بتموت وانا اجيب دورق به هناك. الحبوب بتاع العلوم. اه والله. لا الدكتور في الامتحان نفسه يسمعه ويموت بعدك. ما ناس قديمه يقول لك والنبي قول لي التيست ده. اقول له هنجيب دور. يقول لي ايوه، فيه ماء على درجه حراره 37 واقعد في الارض حضرتك، واجيب انبوبه اختبار وضع بيها قليلا من الدم. بعد 10 دقائق 8 دقائق اميل الانبوبه المشاهده، هلاقي تمت كلوت، يبقى كده في فايبرينجن. انا استنى بقيه الساعه انا بتنين. اروح معوجها تاني لقيتها دامت، يبقى فيها فايبرين ولا اسمه. بص اه صح دي اي سي. او ما كانتش يبقى ما فيهاش فايبر ويبقى ماتت. اشطب. الحمد لله اتشال في الكتاب القديم. نيجي بقى على بي تي وبي تي تي، ده ايه ده؟ بروثرومبين تايم وبارشل، هلاقيه ايه برضو؟ يبقى ما يجيلي بقى كونسيلد اكسيدنتال هامج، مش عارف يجي العيانه خلاص كونسيلد اكسيدنتال هامج. تفتكر لما تكتب في الانفستيجيشن بتاع دي اي سي تكتب ايه؟ بليدنج تايم برولونج، كواجريشن تايم برولونج، هايبو فايبريجن اقل من 100، ها؟ فايبرين اف دي بيز عاليه، بي تي وبي تي تي برولونج، بس هم دول دقيقتين ثلاثه بس كتبت له انفستيجيشن فور دي اي سي، علاجه بقى. الحمد لله ان الكتاب اتغير، والله الكتاب القديم كنا بنقعد في العلاج دي ساعه. كاتب بارقام وبتاع كان انا اللي هعالجها حقيقي، ها؟ ارقام بقى ويقول لك اذا كان زاد عن كذا وحد كل كيس بيزود كذا، اتشال الهبل ده. هما لازم افهم الكونسيبت طبعا. امنع احلى، يعني واحده كونسيد اكسنتال هيمج خلص قبل ما البيبي يموت ويحصل ديجنريشن، واحده ميزد ابورشن نزله. يعني قصدي اقول لازم اراقب العيال. طب اكشوال بقى همشي لكم الخطوات بالظبط. حصلت معايا وانا نايم. نايم ايه بقى؟ لسه جديد طازه. عارف يعني ايه؟ الكارنيه الاحمر بيتحول الى ابيض. انت الاحمر ده كنت امتياز وبلاد كارير، كوع رايح جيب دم وجاي، بقيت كنت بقى ماشي عامل كده ابيض جميل كده نايم بقى لسه جديد جونيور. المهم جت حوادث في الصيف انا مش هنساها والله، الموقف ده لن انساه. وبعدين بعد كده هو العيال دي جالها دي اي سي، راحوا قالوا لي فين الامتياز؟ لقيتهم اختفوا وانا نايم. المهم بعد كده قالوا لي حضرتك اصغر واحد انت اللي هتروح. انا يعني بعد ما قعدت سنه كامله اجيب دم وانا نايم اجيب دم. المهم بعد كده قالوا اكتب فيهم جزء، رحت كاتب جزء خلاص. قالت لي روح جيب لي، ده كان مدرس الحوادث، روح جيب لي فريش بلاد ترانسفيوجن من بنك الدم. يعني ايه كلمه فريش؟ بتاع يومه. يعني ايه بتاع يومه؟ يعني خلال 24 ساعه. اللي بتلاقوهم بقى بيجيبوا عربيات اسعاف وياخدوا عينات كل يوم، يعني ياخدوا اكياس دم بيعدوا. دي بقى جميله ليه بقى؟ الفريش فيها كواجيوليشن فاكتور. عدى يوم راح الكواجيوليشن فاكتور، بيسموه اولد بلاد.
يبقى كان حق اجيب ايه؟ ها؟ فقالوا لي جيب 10 تكاس. طبعا رحت هناك قلت اروح برضه بالكارنيه الابيض يفرق، انا يعني كنت بروح بالاحمر بيستعبطني. لا ده انا نايم، دخلت على بتاع بنك الدم وقفت قدامه قلت له انا عايز 10 تكاس. قال لي ليه؟ قلت له عيانه عندها دي اي سي عندنا في ال، قال لي مفيش. هو عنده، انا كنت شهر، قال لي مفيش. طلع ان هم بيعملوا ايه بقى؟ بيبيعوه للناس اللي بره عشان ياخد فلوس احلى، يخليه لحد من قرايبه. اما واحده في الاصل قال لي ليه خد 10 تكاس؟ المهم انا صدقت ورجعت. بعد ما رجعت المستشفى راح قالوا لي مفيش دم، طب روح هات فريش فروزن. طب انا كنت نايم. هقول لك كان ورايح جاي جزء جزء جزء. ايه بقى الفريش فروزن بلازما ده؟ ده عباره عن بلازما متلجه، ده كانت احلى حاجه في اليوم ده. تلج في الحاره اللي احنا فيها، كان صيف. رحت جايب بقى كيس بلازما اصفر كده جميل، اداني بالهبل، اداني 20 كيس، وده بقى اهبل. رحت واخده وحطيت واحد هنا، واحد هنا في البلط، وواحد في الحزام، تلج قاعد تكييف ذاتي غدا وصل. علقنا الفريش فروزن بلازما ولا بتعمل حاجه، هو كان حقه لازم فريش بلازما. فراح قالوا له معاك عربيه؟ يا ريتني ما قلت معايا عربيه. لو جيت المستشفى قالت لي معاك عربيه؟ قلت لها اه. قالت لي خد فلوس. قلت لها اعمل بيها ايه؟ قالت لي تروح بره القصر. قلت لها ليه؟ قالت لي الفايبريشن خلص في القصر العيني. هتلف على صيدليات مصر، ده كان يوم اخضر، ها؟ هلف على صيدليات في الحر ده، وكل ما ادخل صيدليه قلت اخلي الكارنيه، ممكن يطلع لي برضه حد يديني. المهم دخلت، كل ما ادخل على واحد يقول لي لا مش عندي ويرجع لورا. اقول له انا بسعى على مخدرات. المهم رحت بقى الاسعاف، عارفينها بتاعت رمسيس. دخلت ففاكره ليا، انا كنت مرهق جدا، فقال لي انا هديك ازازتين، طلع الازازه جرام، هم كانوا عايزين 10 جرام، يعني كام؟ 10 ازاز. رجعت بايه؟ باثنين ازازتين فايبرينج. ها؟ على فكره محتاجه 10، بيتعلق كده زي المحلول بجهاز وريد، كل ازازه ورا الثانيه، ده فايبرينج جاهز. ما ده وقتها ما كانش موجود، حمدت ربنا. ها؟ كياس فيها كونسنتريتد كواجيوليشن فاكتورز، اسمها كرايو بريسيبت، غاليه جدا. يبقى دي كونسنتريتد كواجيوليشن فاكتورز. طلع بقى في الاخر والله ده حصل. بعد ما رجعت بقى قالوا لي معلش بقى العينه بتموت. قلت له طب وايه المشكله؟ قالت لي روح جيب بقى اولد بلاد. اولد خلاص بقى احنا ايه نحطه هي ايه؟ تنزف، نحط ريبليسمنت فقط لغايه ما تموت. على فكره دي يا سيدي حاجه يعني بصراحه مقرفه، يعني انت بتشوف العينه قدامك مش عارف تعمل لها ايه. امتى تدي بليتلتس؟ لا ده السؤال. انت تدي العينه بليتلتس صفائح دمويه اذا البليتلت كاونت اقل من، حد يعرف الفورمه البليتلت كاونت؟ ايوه 150 الى 400 الف بير كيوبيك مليمتر. دي غلط، كيوبيك مليمتر. يعني ما تنساش اكتر من، اذا انا لقيت اقل من 20000 ادي بلاتلت. يبقى ايه الحاله الوحيده اللي هنركب فيها صفائح دمويه؟ الحمد لله ده الرقم الوحيد. اقل من كام؟ 20000 من كيوبيك مليمتر. نيجي اللي بعدها، انتي فايبرينولايسيس. هتحفظ واحد بس، يعني زي الفايبريو لايسنس عندها شغاله، هدي انت اسمه ايكا او تراسيلول. واحد يقول لك قول ايكا احلى، هيقول لك اشرح اسمه ابسلون امينو كابرويك اسيد. تحفظ واحد فيه ده طبعا خلاص بقى، ما تلاقي الفايبرينوليتك اكتيفيتي ايه زاد. هو كان الفايبرينجن نورمال في واحده مش حامل كام؟ 200 400 ملي جرام بير سنت. امال حامل 400 600 امتى اقول هايبو؟ اقل من 100 امتى اقول زيرو؟ ايه الفاكتورز اللي بتزيد مع حمل؟ 7 8 9 10 1. قلنا اهم الاسباب كونسيلد اكسيدنتال هامر، سيفير بري اكلامسيا، اكسسيف اكسترال انفيوجن. اذا قلت لك الكونسيلد بيعمل ازاي؟ تقول لي ديجنريتد تيشو وتبتدي الاكسترانس. اذا قلت لك سيفير بري اكلامسيا انترانسي اللي هو الانفيريال دامج. اذا قلت لك الدكستران تقول لي بيعمل كومباينيشن مع الفايبرينج. الانفستيجيشن بليدنج تايم اكتر من 3 دقايق، كوجريشن تايم اكتر من 8 دقايق، اف دي بيز عاليه، فايبرينجن اقل من 100 ملي جرام برسنت، بي تي وبي تي تي بلون. العلاج ادي اول حاجه فريش بلاد ترانسفيوجن او فريش فروزن بلازما لغايه ما حد يجيب فايبرينجن. خلاص، وما تنساش بعد كده انا ممكن اجيب كرايو بريسيبتد كونسنتريتد كوجريشن فاكتور. امتى ادي بليتلتس؟ اقل من 20000 بير كيوبيك مليمتر. اخر حاجه ايه؟ بتدي انتي فايبرينولايسز اذا كان فايبرينولايسز ايه؟ عاليه، بدي ايكا او تراسيلول. هو ده موضوع الدي اي سي، اميوتيك فلويد امبوليزم. موضوع ملوش اي لازمه، حطه في الكتاب السنه دي اللي هو عايز رايين. هل قلنا ان الاميوتيك فلويد لوحده ولا في حاجات ثانيه؟ قلنا زي ايه؟ ميكونيا، لانوجو هير،
تخيل ده دخل عن طريق اليوتراني ساينس وراح للبالمونري. العيال يوم ما هتشتكي هتشتكي منين؟ شوكت وديسنيا وسيلوتس وده بتموت اون ذا سبوت وانت بتولد. لا العيال زرقت وماتت. وعلى فكره بعد كده بيشرحوها اللي هو امنيوتيك فلويد ايه؟ فيري فيري رير. ليه بقى؟ لانه محتاج شروط هو مش كاتبينها هنا. الشرط الاولاني ان الامنيوتيك فلويد ازاي يروح للسيركيوليشن؟ معاني البريشر في السيركيوليشن ايه؟ اعلى. قال لك لازم العكس يحصل بريشر جريدينت. يعني البريشر جوه الرحم اعلى من البلاد فيسل. يعني امنيوتيك فلويد مقفول عليه بامنيوتيك ممبرين وركبت اكسوسن هيحصل ايه في البريشر جوه؟ وانت قاعد تركب اكسوسن بقى 20 وحده بتفجر عيانه 30 وحده طبعا البريشر بيبقى عالي يروح داخل في الساينسز ويروح على البالمونري. بلاش دي بلاسنتا بريفي. ليه يروح؟ حد يعرف؟ مش بلاسنتا فيها سيباريشن؟ بلاد فيسلز مفتوحه الامنيوتيك فلويد يدخل ويروح على السيبيو. ليه رابشر يوترس؟ بنفس الحكم رابشر يوترس بلاد فيسلز مفتوح. يبقى انا عندي ثلاث اسباب ممكن يحصل فيه رابشر يوترس بلاسنتا بريفيا و وزود لي بقى اكسيدنتال هامج. الاكسيدنتال هامج بيحصل فيه امنيوتيك فلويد ده كونسيلد بالذات. حد يعرف ليه الكونسيلد بالذات؟ بريشر جوه ايه؟ عالي وبلاد فيسلز مفتوحه ويدخل على الماتيرنال سيبريشن في ثانيه. العيال دي هتموت في وقتها بسيانوزز وده من بالمونري. طب اذا سبتها هتقلب بيه؟ دي اي سي وان شاء الله الله يرحمها. يبقى ما تنساش الدي اي سي. طبعا العلاج انتي شوك ايه؟ وديجوكسل بتاع القلب حاجات مش تبعي امينو في انا مالي انا بالكلام ده فشل. العينه ديت هعالج الدي اي سي بتاعها وهتموت برضه. اه ديث از كومينج. يبقى العينه هتموت. هل ليه قيمه؟ لا انا عايزك تعرف بس انه لا اما يموت في وقتها بالبالمونري ديسنيا لا اما يموت بعد كده بدي اي سي او بوستبارتم هامج. اخر موضوع في الكومبليكيشنز بس قبليها هنكتب اسباب الماتيرنال مورتاليتي مكتوبه في كتاب الاسم هتكتبوها لي بايديك احلى. كوزز وده سؤال تحرير صغير اوف ماتيرنال مورتاليتي ريت. حد يقول لي الكومنس الحمد لله بوست بارتم هيمرج نسبته كام؟ 34% من المورتاليتي. اثنين ان شاء الله اما ناخد بري كلامسي هايبر تنشن ده السكند كومن لازم بالترتيب. يبقى تاني سبب هايبر تنشن هي مين؟ بري اكلامسي. ثلاثة بيرفرال سيبسيس ده في مصر تلوث خلاص. تلاقي الدكتور بيدخل وهو بيولد بالجزمه ولابس هدومه عادي خالص مش حاطط اوفر هيد وشعره بيقع جوه العيان ها وبيتف عادي جوه العيان اه والله. وتلاقي العرق واقع جوه العيان. تلاقي عندنا من اول مدرس فيما فوق معقم. يعني تلاقي داخل كده مفيش حد ينطق انا استاذ انا لازم اقرا. تلاقي بقى النواب او يشوفوا بدون ماسك. فين الماسك بتاعك وانا عريان خالص ها؟ يعني قصدي اقول البربرال سيبسس في الاصل عيني ممتاز. رقم اربعه امنيوتيك فلويد ايه؟ لا لا سوري لا لسه اربعه اناسيز يمين لله سوري معلش هكتبهم تاني. واحد بوستبارتم هامش. اثنين هايبر تنشن. ثلاثه بربرال سيبسس. اربعه اناسيز يمين لله. عندي لازم تيجي رقم واحد دكتور التخدير. خمسه امنيتك فلويد ايه؟ بعد كده الاسم قال الاربعه دول في الديفلوبنج كانتري مصر. الخمسه دي في الديفلوبنج حاجه مش بايديهم خلاص. يبقى بيقول لك ايه اهم سبب في الديفلوب هتختار امنيتك فلويد امبوليزم. اهم حاجه في الديفلوبنج هما دول. السؤال ده تحرير وعلى فكره كتاب الاسم ده كاتبه في الموضوع ده يبقى غالبا جاي لانه كان الكتاب التاني كاتبه في اخر الكتاب مالي هو كاتبه بعد الامنيوتيك فلويد امبريزم بعد انكم تحفظوه صم ولازم بترتيب اللي هي كوزز اوف ماتيرنال مورتاليتي ريت. الموضوع الاخير بقى اكيوت بيربرال انفيرجن موضوع عمره ما جه